الآن على بإشراف السفير صاحب الجلالة روما وبإشراف السادة القناصلة الموجودين بإيطاليا في شمال إيطاليا. تصادف وجودهم منذ إعلان السلطات المغربية عن إغلاق الحدود المغربية كإجراء احترازي لتفاقم وتفشي وباء كورونا. وتمر العملية في أحسن الظروف والأحوال، وإن هناك طاقم قنصلي مجند لكي يعطي جميع المساعدات والتسهيلات الضرورية لكي تمر بأحسن الظروف، وقدمت السلطات الإيطالية كل التسهيلات لمرور هذه العملية في أحسن الظروف. أنا من الناس العالقين في إيطاليا، واخا دوزنا شوية المحنة الحمد لله جا الفراج، دابا صافي كتخمو الحرمة الحمد لله تيسرت الأمور. عيطونا القنصلية داروا معنا الواجب الله يرحم الوالدين، جيت أنا وبنتي وإن شاء الله اليوم غنرجعوا للمغرب بلادنا الحبيب. الله يخطي علينا بلادنا والله يخطي علينا مالكنا، الله ينصروا لنا والله يخليه لنا. وتطاليا الحمد لله كانت بلد الخير، الحمد لله جلسنا الحمد لله بسلام، وحنا غاديين بسلام الله يوصلنا بخير حنا وهاد الناس ان شاء الله. بالنسبه للثمن ديال الطياره شحال كيفاش كانوا؟ الحمد لله ما خلصنا حتى شي حاجه، كلشي الحمد لله من فضل الدوله المغربيه. يعني خلصت الحمد لله. الحمد لله اوكي، الله يوصلكم على خير. الله يوصلكم على خير ان شاء الله. اكادير